مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم هذه المواكبة لوداع البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم بعد القداس الإلهي من كنيسة القديس نيقلاوس في الأشرفية ساعة تقريبا، أقل من ساعة من الوقت، تفصلنا عن الصلاة الجنائزية التي يحضرها ويشارك فيها ممثلين عن الكنيسة جمعاء لمختلف طوائفها، كما الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والعسكرية وكل محبي البطريرك الاستثنائي الذي ترك أثرا لن يمحى في قلوبهم وأذهانهم. من هؤلاء المطبوعين بروحانية هذا البطريرك ابن كنيسته الذي عاصره وواكبه والتزم معه في الخدمة والشهادة، الكاتب والصحفي الأستاذ إلي صليبي. أستاذ إلي، أهلا وسهلا فيك باستوديوهات الام تي في، تعزينا لحضرتك بهالنهار المهيب. ماذا يقول بداية الأستاذ إلي صليبي؟ نحن عنوانا التغطية بطريرك التلاقي، حضرتك التقيت مع هذا البطريرك، من هذا اللقاء واللقاءات الكثيرة مع هذا البطريرك، بماذا انطبع الأستاذ إلي صليبي من هذا البطريرك الذي انحفر في وجدانات كثيرة؟ البطريرك هزيم بيطبع فيك صورة الرسل الأوائل. هو بالحقيقة خليفة بولس بالكنيسة الأنطاكية وخليفة بطرس، الاثنينتهم أسسوا، أو بالأحرى بطرس اللي أسس الكنيسة الأنطاكية، لكن هو متشبع بروح بولس الرسول. وهيدا البطريرك هادئ ولكنه هادر، يعني هدوءه في إذا بدك شلالات هادرة من الفكر والمعرفة والثقافة واللاهوت. سكوت بمعنى الإصغاء، كان يصغي بطريرك، يصغي مش درجي الحقيقة. بيطبع فيك كمان البطريرك القوي بمسيحه، وبيطبع فيك صورة البطريرك اللي ماسك بإيده عصاية أنطاكية مش ليهدد فيها، بالعكس عصاية الأب يلي بفرجي إنه هو يتكئ على كتف أبنائه. البطريرك هزيم، في ناس بيسموه بطريرك التلاقي، في ناس بيسموه بطريرك الحياد او بطريرك بطريرك العرب، هي اكثر تسميه هاليومين. مش بس بطريرك العرب، فيهم بيصيروا يقولوا اوصاف. البطرك فوق الاوصاف، حقيقه فوق الاوصاف. فيك تسميه كمان بطريرك المشرق، فيك تسميه بطريرك الشرق، وفيك تسميه بطريرك المسكونه. كان هالبطريرك فورة، ما كان هيك حيادي ووسطي وقاعد عم يتفرج. لو كان هادي، لو كان رصين، لو كان صاغي أذن مفتوحة على طول، أولا بلش حياته كمدير مدرسة. نعم، كان صارم وأسس مدرسة وأسس جامعة. طبعا هالبطريرك ثورة، يعني ما كان يقبل انه اي شيء يمرق بدون ما يكون مستند الى روح الانجيل، هاي بالمسيحية، وما كان يقبل الا التساوي في الكرامة، يعني بيعتبر انه الكاهن الاول هو المسيح، من بعده في متساوين في
في الكرامة، متقدمين في الكرامة ومتساوين في الكرامة. عن بداية تبلور هالشخصية استاذ إلي صليب، اسمح لي استشهد بما كتب اليوم استاذ جورج شبور بالنهار. خبر منذ العام 72 المطران هزيم حينها من خلال اجتماع كبير في جامعة بريطانية، اجتماع من أجل فلسطين. قال: رجل دين مشرقي يرأس اجتماعا في بريطانيا يدير الحوار باقتدار وفصاحة. الاجتماع حصيلة جهد مجموعة كانت نشطة في دعم قضية فلسطين اسمها رابطة المسيحيين من أجل فلسطين. يقول: لم أكن أعرف اسم رئيس الجلسة. همس الجالس بجانبي السيد دانيس هيلي وزير الدفاع البريطاني الأسبق، قال: علي مغادرة الجلسة الآن، أودعك وصية، قل لرجل الدين المترأس أنه بأسلوبه البرلماني في إدارة الجلسة يتفوق على أبرع برلمانيي مجلس العموم البريطانيين. كأنه شخصية هذا الرجل الاستثنائي المطران حينها الذي كان يحضر ويتحضر لبطريركيته الاستثنائية بدأت ملامحها منذ ذلك الوقت، وعاش خلالها 34 سنة من حياته البطريركية. يعني تفضلت وذكرت ذلك، أنا ما بدي ضيف إلا أنه هل بطريرك كان من الإدارة والحكمة بحيث ساهم بالحركة الشبيبة الأرثوذكسية يلي اعتبرت يوم ثورة على رجال الدين الأرثوذكسيين لإصلاحات معينة. بعدين هو اللي انتزع رئاسة مجلس كنائس الشرق الأوسط من أيدي، طبعا بالأخوة، طبعا بالأخوة. حضرتك كنت عضو في هذا المجلس. أنا مش عضو، أنا أحد إذا بدك المساهمين إعلاميا. انتزع الرئاسة وسلم من بعض للأقباط وأدخل الموارنة على المجلس، يعني منه زلمة متعصب هون التلاقي. أما الحيادية عندهم ما كانت موجودة، حتى نكون صريحين، يعني كانوا طالبين منه مثلا يعطي رأيه باللي عم بيصير بسوريا، ما هيك؟ هيدا رجل ما بتسأله شو رأيه بالجريمة، مين ما مرتكبها، ولا بتسأله رأيه بالضحية، هيدا بتسأله الله شو بريد. إذا ما عطى رأي صريح لأنه ما بده يشعل نار الفتنة أكثر، ولا بده ينحاز لأنه بيعرف أنه الضحية شريكة المجرم في الجريمة. نعم. يعني مين ما كان المجرم شريكه الضحية. ولكن أستاذ إلي صليبي، يرحل اليوم البطريرك هزيم في وقت عصيب للغاية، يعني يرحل في وضع مختلف جدا عن السنين يلي مرق فيها، وضع مفصلي لسوريا وللبنان وللمنطقة وللمشرق برمته. هل هالرسالة هيدي اللي عم تتفضل فيها بين الروحانية وبين الأداء وبين المواقف، هل برأيك استاذ إلي هذه الرسالة ستستمر؟ قادرين أن نستمر بهذه الرسالة الأماني التي تركها البطريرك هزيم؟ أنا كمؤمن بقول إيه، لأنه لسنا نحن من يحيا، بل المسيح يحيا ويعمل فينا. إذا مؤمنين بالروح القدس بدنا نقول إيه مستمرين، لأنه الكنيسة لا تقوم على الشخصانية، منا حزب هي، حتى يموت زعيم حزب وبتزول معه كل أركان الحزب. لا، البطريرك كان وريث انطاكية ومورثها، يعني هو إذا بدك حجر زاوية من أحجار كثيرة لكنيسة مسكونية، منا كنيسة هيك
بس بلبنان وسوريا وباليونان وبيزنطيا. اسمح لي استشهد بهذه هذا الامتداد التي تتكلم به سيز إلي بما كتب الراحل رفيق درب وصديق البطريرك هزيم أستاذ غسان تويني، كتب بـ 8 تموز 79 غداة انتخاب رفيقه الأسقف إغناطيوس بطريركا، كتب: منذ أنطاكيا العالم ما من مرة أكثر منه اليوم تقربا إلى الدين وتمزقا به، فالدين يفرق والدين يجمع، تلك هي الصراحة. باسم الدين يقيم بعضنا للحقد مقاما، ومنه تنتظر الناس رجاء الغفران والمحبة، بعضهم يدعيه للبناء النير الحر، وبعضهم يحمله سيفا كفرا وغضبا. فلتنطق عبرك أنطاكيا، يتوجه إليه مرة أخرى، تنطق بوحي الرسل والمؤسسين بطرس وبولس وبرنابس، ولتشع المشرقية التي تنتمي إليها شريكة جديدة في سبيل الإنسان وحرياته وعدالته. لك شو بيقول المثلث الرحمات في رسالة طبعا تلاها باسم كنيسة أنطاكيا الأرثوذكسية عند استقبال قداسة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني. هيدي الأيام يلي كان فيها يعني الشرق كمان متخبط منا هيني. ليك بيقول: في كل الأحوال لا يرى سلام في الإنسان الداخلي إلا من خلال اللطافة الإنجيلية. لم يستعمل كلمة لطف. هالبطريرك قديشه دقيق. اللطف: اللهم ألطف بنا، يعني ما تمنع المصيبة بس خلها تيجي لطيفة. اللطافة غير اللطف، اللطافة هي من نبع اللطف. نعم. هي نبع اللطف، يعني اللطافة الإنجيلية. إن اللطفاء لن يكتفوا بأن يرثوا فقط ملكوت السماوات، بل عليهم أن يكشفوا الملكوت للعالم. بعد قرون عديدة من المجازر والتكفير من كافة الأشغال، علينا أن نقوم معا بهذه المهمة. بدي شوف وين الحقيقة كاتب عن المسلمين يلي هو كان يحبهم مثل ما بيحب البوذيين، مثل ما بيحب الوثنيين. هيدي رسالته، رسالة محبة. حتى يعني معروفة وصلنا إلينا أكثر من مرة وكل الناس تعرفها، إنه بيعتبر إنه المسيحيين هن الأساس بالعروبة. نعم. هن العرب الأوائل، وهن في طليعة القبائل العربية. وقال الجملة الشهيرة: نحن الأصليين وغيرنا هن ضيوف. صحيح. وقال أنا سمعته يوم عم بقوله. وقال أكثر، قال أكثر ببيان 1993 البلمنت، بيان ما يعرف ببيان البلمنت. كان بده الوحدة المسيحية تتم، ولكن لا تتم على أساس عم تنتبه لي ماجد. ما بده إياها تتم على أساس كبريائي، بده إياها تتم على أساس أخوي. على سيرة البلمند، اليوم أيضا كتب أستاذ إلي سالم رئيس جامعة البلمند ورفيق درب أيضا البطريرك الراحل: خسرت أرثوذكسية بطريركا، ولكنها ربحت إرثا دينيا وأخلاقيا يلتقي مع تتفضل به، وحضاريا لا يفنى، وخبرة جيل عايشه وتبارك برعايته. كأن هالإرث هيدا أستاذ إلي صليبي اليوم ينوضع على المحك: هل سنكون أمناء لهذا الإرث؟ هل سنستمر به؟ يعني شو بيقول أستاذ إلي صليبي عن هذه الأمانة وهذا الإرث؟ كيف نكون علمانيين وأبناء الكنيسة أمنين على هذا الإرث الكبير الذي تركه هذا البطريرك الكبير؟ أنا ما في أستقرئ المستقبل، بس أنا برجع للإنجيل. نحن فينا
نعوض الرجال الكبار برجال كبار. ما خسرت الكنيسة قد ما ربحت السماء بوفاة أو انتقال المثلث الرحمات البطريرك العظيم أغناطيوس هزيم. ربحت السماء أكثر ما نحن خسرنا يعني بصراحة. يعني ما فينا نعيش الإنسان أكثر مما عاش هذا البطريرك. بس فينا نكون أوفياء لرسالته أكيد. الروح القدس هون بده يشتغل. أنا ما في شوف الكنيسة الأرثوذكسية أو الكنائس المشرقية أو الكنيسة في العالم إلا ما هي منتصرة بالروح القدس. هلأ في خوف على المسيحيين ربما، بس نحن شو؟ نحن إذا ما كنا شهداء شو لازم نكون؟ يعني أثرياء؟ شو لازم نكون؟ متكئين في المتكئات الأمامية، يعني مزدهرين قاعدين بس نشرب خمر ونروح إلى المراقص والملاهي، ولا شغلتنا أكبر؟ أنا ما يعني ما اسمع أقوالي ولا تفعل أفعالي، أنا مش عم بعمل وعظة، بس عم بقول لك هذه الكنيسة بنيت على صخر يا عم، مش الرجال اللي بيعملوها. ولكن هذه الشهادة أستاذ إلي صليب اليوم تواجه أقصى الظروف وأصعبها. وين؟ أن نكون في المنطقة في المشرق. ليش مش بالغرب كمان؟ ليش بتعتبر الشر هو بس السكين؟ ليش ما بتعتبر كمان بعض الحملات على المسيح شخصيا، يعني شخصيا مجازيا على المسيح وعلى الكنيسة الكاثوليكية بشكل خاص والأرثوذكسية وغيرها من الكنائس بشكل عام؟ ليش ما بتعتبروا ان هودي كمان حرب على الكنيسة وحرب وتهديد للمسيحيين؟ قديش عدد المسيحيين اللي بفوتوا بيصلوا بأوروبا اليوم؟ عم اقولها الاحصاء، بتشوف قديش في خطر كبير جاي، في خطر. ما عدت المسألة بس انه في سكينة على الرقبة. وهيدا على كل حال منبهنا منه المسيح بالانجيل، انه بده يجي ايام اضطهاد وظلم، بس انتوا راح تثبتوا. انا ما عندي خوف على المسيحيين، عندي خوف على المسيحية. تسمح لي معليش بين مزدوجين صغار. خوف على المسيحية من المسيحيين أنفسهم. هذا كلام كبير وخطير وبيوجع. بيوجع. أنا متألم، أنا متألم لما بنحكي بكل شيء إلا ما بنحكي بالمسيح، لما بنحكي بنعمل كل شيء إلا ما بنحكي بالأنبياء. نحن بنرجم الأنبياء حبيبي، نحن شغلتنا بالشرق نجيب أنبياء ونرجمهم، نجيب أنبياء ونصلبهم، نجيب أنبياء ونعمل حروب بيناتهم، نجيب أولياء حتى ونعمل حروب بيناتهم. البطريرك هزيم ضد هيدي. البطريرك هزيم كان صحيح مع التلاقي، بس كان أكثر مع الذوبان إذا بدك. أن تذوب بالآخر. قال لي أنت بتحب البطرك البابا اللي عم نستقبله بالشام؟ أنا كنت عم غطي. قلت له كتير. قال لي لا أي حد. قلت له لحد أنه بحسه كتير قريب لقلبي. قال لي إذا ما كان فات على قلبك ودبت فيه ما بتكون بتحبه يا حبيبي. هيك قال لي شخصيا. في هيك خبرية طريفة شوي عن وقت استقبال البابا يوحنا بولس الثاني ببكركي. كان حاضر البطريرك هزيم إلى جانب البطريرك صفير، وصار في تأخير وقتها بوصول موكب البابا، تأخير لساعة أو ساعتين. وقتها البطريرك صفير عتل هم انه البطرك هزيم يتعب او انه يعني بمكان ما صار في تأخير، فبينقلوا عنه بوقتها انه كان كتير مسرور ومرتاح، كان في فرح، وقبل من دعوة البطرك صفير انه يرتاح بجناح البابا الخاص.
حب انه يكون في لفته تكريميه له للبطرك، هزيم من البطرك صفير وارتاح وقتها بجناح البابا الخاص. يعني هيدا بناخذ منها عينه انه ما تململ ما انزعج، بالعكس كان متلهف لهذا اللقاء وابى الا ان يعطي صوره هذا الحب المطلق والانفتاح المطلق لهذه اللحظه يلي من خلالها عم يتجسد وحده الكنيسه المرتجات. كان ايضا هو منادي للوحده. برايك استاذ إلي صليبي، هل نحن بعاد عن هذه الوحده؟ نحن موحدين بالاساس، نحن مش متفرقين، نحن مش متفرقين ابدا. شو اللي عم بفرقنا بالعمل؟ كيف بالعمل؟ يعني انه منموت المسيح مرتين ومنحيه مرتين، انه نصلبه مرتين؟ ما نحن عم نصلبه كل دقيقه يا حبيبي، عم نصلبه كل ثانية، عم نصلب المسيح وكل ثانية عم نقتله وكل ساعة عم بيقوم فينا. في مشكلة أساسية بهالقرن بهالعصر، يعني في مشكلة حقيقية بدنا نواجهها نحن والمسلمين، نحن وكل مؤمن بالله الواحد. على كل حال أنا بحب أقول لك، ما زالك كنت ببكركي، بحب أقول لك يوم من الايام، وهذا شيء قلته يمكن بالتليفون عندكم للاستاذ الصديق الحبيب انطوان سعد، انطوان سعد زميلنا، قلت شو صار قدامي. مره بيتصل في هزيم العظيم بيقول لي بدي اشوف رئيس مجلس الاداره تبعكم. كنت انا بالال بي سي. نعم. رحنا، كان الشيخ بيير الظاهر، كان يمكن معنا حدا تاني، ألبير كيلو، ما بعرف مين. طيب شو بقول له؟ بقول له حبيبي ليش وحطيتوا صورة الهجوم على بكركي؟ كيف بتحط لك قلب بتحط؟ قال له هو يحول أرثوذكسي حدك. قال لي كيف تعملوا هيك؟ كيف بتحطوا صورة بطرك عم ينهز على كرسته؟ قال لي يا حبيبي بس تنهز كرسي بكركي الشرق كله بينهز. بتعرف شو يعني هاي الكلمة؟ بتعرف شو يعني هاي الكلمة؟ روح على أبعد أبعادها، أبعد أبعادها. ليش نحن متفرقين بشو؟ إنه في مرمرون ومرمتر؟ مش صحيح. مرمرون قديس في الكنيسة الأرثوذكسية يا حبيبي. وعن هذه الزعزعة كمان قال مش من زمان كتير، إذا تزعزع الشرق فلبنان لن يتزعزع. إيه؟ يعني إيمانه الكبير بهذه الصخرة في لبنان، صخرة لبنان المتكاملة الوحدة ستكون. هذا اللي التقى مع يوحنا بولس الثاني الذي قال إن هذا الوطن هو وطن الرسالة وأكثر من وطن. إيه؟ صحيح. فهل كأنه هالروحانية هيدي، هالروحية هيدي تم تلقفها من قبل الجميع، وترك اليوم كمان عنوان صارخ أمامنا إنه إذا تزعزع الشرق ثقوا إنه لبنان لن يتزعزع. هل برأيك استاذ إلي صليب اليوم كلبنانيين، نحكي عن لبنان أكثر، بدك تفوت بالسياسي يعني؟ لا مش سياسي. مش سياسي اليوم، مش وقت السياسي اليوم. بدنا فينا نظهر هذه الرسالة، رسالة هذا البطريرك. حكيت قبل شوي عن الروح القدس، لماذا اليوم تصد هذه، تقفل النوافذ في وجه هذا الروح؟ شو اللي عم يعمي بصيرة اللبنانيين، أي لبنانيين بشكل عام والمسيحيين بشكل خاص، عن هذا البعد الرؤيوي يلي بيمثله البطرك هزيم ومثله كبار رجالات الكنيسة، لنقدر فعلا نحافظ على أمانة هذا الوطن الرسالي ونكون فعلا نثبت انه هو مش رح يتزعزع اذا الشرق تزعزع؟ ليك المسيح ما بيدعينا نكون الا حكماء كالحيات، ودعاء كالحمام، و
الحكماء كالحيات، ما قال نلسع يعني بس من كو، لأنه الحية بتعرف كيف بدها تهرب وكيف بدها تفوت على الزوايا وكيف بدها، يعني ما بدي أشرح. أنا بحب أقول لك إنه مش المشكلة بالمسيحيين ولا بالمسلمين، المشكلة الأساسية مع الأسف، مع الأسف الشديد، إنه ما حدا عم يعمل شغله، ما حدا قاعد مطرح. ما بدي أحكي سياسة بس خود، لما بيكونوا من لبنان عم يطلع منصدر قديسين، يا خيي أنا أرثوذكسي وأؤمن بأنه شربل ونعم طلّة ورفقة وقريبا أصطفين النعمي يلي أنا شلته من التابوت وصورته، أبونا يعقوب عم نصدر قديسين يا خيي، موارني شو عليه بس قديسين، وزيت الوقت عم نصدر شياطين. هي الحياة، هي الحياة بكل العالم مش بس بأرضنا. ومن هون إيمان البطريرك هزيم بأنه لبنان ثابت، لأنه ثباته بالتاريخ مش لأنه ابن السماء أو شقفة من السماء وما بعرف شو، مثل ما منغني بضياعنا، لا مش صحيح، لأنه نحن ولدنا على هذه القناعة أو الاقتناع بأنه لبنان وطن لكل أبنائه، وخصوصي للي بيهاجروا لإله هربا من الاضطهاد. أستاذ إلي صليبي، رح نتابع هالحوار الشيق مع حضرتك، مش شيق ناخد مؤلم كمان، والذي يختزل في طياته الكثير من الخبرة والإيمان الكبير، رح نكفي نضوي عليه، ولكن من بعد بريك صغير. إذن مشاهدينا استراحة قصيرة ونعود. نعود إليكم مشاهدينا لمتابعة هذا الحوار مع الأستاذ إلي صليبي. أستاذ إلي، قال البطريرك حان الوقت أن ترى كنيستنا النور، وشدد كثير على أن نكون أبناء النور. في الكثير من كلماته يستخدم، يشدد على مركزية أن نتطلع دائما إلى النور. اليوم هذا النور يواجه التحديات الكبيرة، الظلام والظلم أيضا، يأتي لإطفاء شعلة النور، لإطفاء شعلة الرجاء التي أضاءها البطريرك هزيم، مش لوحده، مع كل كل أمراء الكنيسة وحتى أصحاب العمامات، يعني من المشايخ الأجلاء، مشايخ مسلمين سنيين وشيعيين. يعني نحن لبنان بلد الرجالات الكبار الحقيقة بكل ما عندنا من عيوب، ولكننا نفقد اليوم نور. سنفتقد لهؤلاء الرجالات الكبار، يعني ما بيكبر غيرهم، بيكبر يا ماجد، بيكبر غيرهم. انت لو بلشت استاذ إلي، مين المسؤول اليوم انه فعلا يخلي غيرهم يكبر ويخلي غيرهم يوصل بعد سنين لأن يكون رجلا ورجالات كبيرة في المستقبل القريب، يلي هو اليوم مهدد التهديد الكبير؟ ليك أمتين كان هالمنطقة مش مهددة، يعني مش مهددة بإسرائيل؟ خي اللي صلبوا ربك يسوع عملوا دولة مش رح تقوم، يعني دولة هيك بتضل خايفة وتقاتل وتحارب كل حياتها. طيب ما كل عمرنا مهددين، يعني نحن تحت سيف القدر باستمرار. أما النور، فالنور ما بيكون بحجم وطن، النور بيكون بآخر نفق، النور بيكون من شمعة راهبة أو راهب أو إنسان
مؤمن او انساني مؤمنة بيطل عليك من شباكهم. النور مش هيك شغلة احتفالية كبيرة وديك يعني الاسهم نارية. نحنا نور بدنا نشوفه بصغره بحجمه، هذا هو النور. انتم نور العالم. ايه انتم نور العالم، بس قديش بدك انت لتضوي غرفة؟ بدك قشة كبريت، بس بتضل النور صغير بالظلمة. قال المسيح انا لست من هذا العالم، معك؟ طيب انا بس بدي اقول لك انه مازال اخواننا بالايمان الكاثوليك واخواننا بالايمان الموارنة واخواننا بالاله الواحد المسلمين على مختلف طوائفهم من توحيديين وسنة وشيعة وكل من لا يؤمن بلبنان يعرف قيمة ما قاله البطريرك هزيم وبيعرف حاجتنا ليله، ما عاد عندنا مشكلة. المهم أن نقرأ، أن نقرأ بعيوننا وليس بآذاننا. المشكلة الشرقية هي الأذان، يعني نحن منحب نسمع نقرأ بديننا، ما منقرأ بعيوننا. أنا بس بدي إذا عنا وقت. في وقت، تفضل أستاذ. إن الإسلام، قال له للبطريرك، قال له أنا بسميه بطريرك كمان لأنه البطريرك كمان بقيمة بابا، برسالة البطريرك هزيم إلى البابا يوحنا بولس الثاني. صحيح، بيقول له إن الإسلام يواكبكم أيضا في هذا الحج لك وين؟ أمام الله، مش على الأرض يعني، حتى فوق بيواكبكم، يعني الإسلام في السماء، الله الواحد. إن الإسلام في جوهره ولد ويريد أن يبقى حتى نهاية الأزمنة غريبا عن كل ما لا يرتبط بالله. شفت كيف فهم الإسلام؟ الإسلام اللي بده الله الواحد، يعني ما بده شرك. إننا نريد أن نعيش مع المسلمين في هذه الطاعة للإله الواحد ذاته. هل ينبغي أن نذكر أن الإسلام هو واحد من أسماء الله الحسنى في كلا التقليدين، يعني التقليد المسيح والإسلامي. إننا نريد أن نشهد أيضا أمامكم للتقوى الحقيقية وللرحمة التي نشعر بها عندما نحتك بالعديد من المسلمين الذين نعيش وإياهم. إننا معهم نستقبل قداستكم ومعا نستضيفكم راجين اللقاء في المجد يوم القيامة الأخيرة. هذا مش اعتراف، اعتراف بالإسلام 100%. إننا معهم نصلي دون انقطاع كي يعم سلام في أورشليم في فلسطين، وكي ينال الشعب الفلسطيني حقوقه. البطريرك كان همه القدس، البطريرك هزيم كان خايف انه هيدي المدينة نجي ندولها، خايف من ندولها بنعملها انه هيدي دولة تحميها الأمم المتحدة، منجيب لها بوليس دولة، بنحط الله هيك أسوار، ايه بتتحول لشو؟ لمتحف. لا، القدس مكان للصلاة، هناك كنيسة القيامة. القدس على كتف جبل الزيتون، القدس حد في المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله. طيب هذا البطريرك يقول عن القدس أيضا أن لبنان يناجي القدس في فرادته وأصالته، والقدس تستدعي لبنان في فرادتها وأصالتها، والقدس ولبنان في دنيا العرب قطبان وركنان وضرورتان لكل سلام. يا الله، إلى أي مدى يعني اليوم أمام هذا الإرث الكبير، يعني الإنسان بطبيعته بينسى،
وبتجي المناسبات الكبيرة سيز إلي صليبي بتهزنا تعملنا هالمرحلة ما قبل وما بعد أنه فعلا هال 34 سنة اللي عاشهم البطريرك هزيم في سدة البطريركية وأمام هذا العمق الكبير والحكمة الكبيرة والتبصر الكبير من الضروري اليوم أنه نتلقف كل كلمة كعلمانيين أبناء للكنيسة كرجال سياسي كشبيبة كشباب من أسس الشبيبة الأرثوذكسية كان متأمل جدا وواثق أن المستقبل سيقوم على سواعد هؤلاء الشباب. هل برأيك أستاذ إلي اليوم الشباب بخطر أنهم فعلا ما يكفوا بهالأمانة هيدي بهالرسالة هيدي؟ شوف أنا بطمنك بس بالشهر المريمي بس هيك تروح تشوف موكب شباب ما بيعرفوا بعضهم يعني بس أكيد في رفاق بيمشوا وراء رفاق آخرين من أوتوستراد ما بعرف نهر الموت يمكن ما بيخلص إلا وين بحريصة هودي شو شباب ولا ختيارية يعني مين اللي عم يمشي هالمشي كله مش الشباب شوف المسيح شاب الكنيسة شابة الوطن شاب الله شاب كل شيء بالأرض شاب كل شيء بالفلك وبالأكوان شاب اوعى تفكر انه الشباب يعني هودي اللي منخاف عليهم او ما منتركهم لوحدهم منخاف انه يعملوا لهم شيء زلة لسان او زلة قدم لا الشباب مسؤول كل شيء على الارض شاب والسماء شابة وكل شيء ما بيموت على الارض وفوق والرهان انه يتحول المشيب الى حكمة ايضا المشيب هو كمان شاب الشيخوخة اذا بدك هو شاب الشيخوخة كل ما اقتربنا من الشيخوخة او فتنا فيها او رحنا ابعد منها كل مالنا عم نقرب من نبع واحد شاب بصيك اطيب وانعش مياه دافقة من السماء يلي هو المسيح هذا الرهان انه حكمة المشيب تخرق اليوم الشباب وتتحول لدستور بحياتهم وأمانة البطريرك هزيم كان في المدارس التي أسس وخاصة في الجامعة التي أسس جامعة البلمند يعني لتأسيسها كان هو عنده هم تأمين الإطار الأكاديمي للكهنة الأرثوذكسيين وتتحول الجامعة فيما بعد إلى صرح كبير يخرج الأجيال بأعلى المراتب الأكاديمية ودائما كان الهاجس هو تنشئة جيل يستطيع أن يكمل المشوار من خلال هذه أنا معك من متفق تماما أنه على الجيل اللي عم ينمى وعم بيكبر أن يتحمل هالمسؤولية وماني خايف أنه ما يقدر بيعملها لأنه كنا نحن دايما بعصور انحطاط وعصور ذروة يعني كل التاريخ قائم هيك أيام بتنحط الحضارة إلى حضيضها وبترجع بتنهض من حضيضها إلى قمتها هيك الدنيا معمولة هيك مصنوعة هيك خلقانة هيك بدها تكفي هيك أنا ماني خايف على الكنيسة الأرثوذكسية ولا على الكنيسة الجامعة المقدسة الرسولية أبدا ماني خايف بس أنا خايف على المسيحيين وخصوصا من المسيحيين أنفسهم بصراحة عم بحكيك صراحة السياسيين يعني أصدق ما ضروري السياسيين غير القديسين منهم حتى ما أستعمل غير الله يا أخي كيف تحكي بالمسيحية وما بتروح بتقدس كيف تحكي بالمسيحية وما بتعرف تصلي
كيف تحكي بالمسيحية وما بتعرف شو العماد وما بتعرف شو الأفخارستية ولا بتعرف شيء من الديانة؟ كيف تتضايق انك انت مسيحي يعني؟ يا اخي كيف تتضايق انك مسيحي وبدك تقتل المسلم؟ كيف؟ ما المسيح دعانا احبوا اعدائكم باركوا لاعنيكم، ولا انا مغلط؟ في شيء غلط، في شيء غلط بمفهومنا للمسيح. يعني اين مفهوم الايمان اصلا؟ يعني اذا نعطي تعريف للايمان هذا بصير شغل مش لإلي. تعريف الايمان بصير شغل مش لإلي، بس كل مؤمن بده يعطي تعريف لهذا الايمان. يعني انا ما شغلتي اعرف الايمان، انا شغلتي اؤمن، بس انا اؤمن، انا ما شغلتي اعرف الايمان، هيدي شغله الامراء الكنيسه، انا ما اسميهم كهنه، هودي امراء، يا امراء يا ما بيستحقوا اللقب، يستفلوا هن، هيدي حسابهم عند ربهم مش عندي. لا تدينوا كي لا تدانوا. بس لما كل النهار بدي ضلني احكي بالسياسه وانسى انه انا رسالتي المسيح، انت عندك مشكله يا اخي، انت عندك مشكله مع مسيحك وعندك مشكلة مع ذاتك. وهالروحية عم تتشربها الأجيال الجديدة أيضا اليوم. روحية السياسة وتعاني من الانقسام الكبير، يعني الانقسام العمودي الكبير، إن كان بين المسيحيين أنفسهم بكتير أوقات وإن كان بينهم وبين المسلم، عم تنبنى هو وهمية. يعني من منطلق بداية الحديث مع حضرتك أستاذ إلي، يعني وخاصة الرسالة اللي وجهها البطريرك إلى البابا، تعانق المئذنة مع قبة الكنيسة بأبهى حلله في هذا الشرق وفي لبنان بالذات، بتجي الممارسة بكتير أوقات بتنصف هيدا المفهوم. وعلى الأرض أكتر اللي عم نشوفه هو الممارسة عند الشباب. إيه بس احنا مش محور الكون يا حبيبي، مش إذا بقي لبنان صامد وفي إيمان العالم كله مؤمن وصامد، ولا معناتها إذا لبنان يا إنه اليوم العالم عطلان همك ومش عم ينام. لا مش صحيح، العالم قائم على مصالح وقائم على إذا بدك تاريخ من الدماء، تاريخ بينكتب بالدم يا ماجد، ما بينكتب بقصيدة أو بينكتب مثلا هيك برومانسية، تاريخ كتبوه محاربون. يعني انت بتاخد شقفة الارض دي بدون لك اياها المؤرخ، انت عملت هيك وهكذا. مشان هيك الخوف، برجع بقلك انا ما بخاف موت شهيد، انا ما بخاف موت شهيد، بس بخاف موت شهيد على يد مؤمن من اي ديانة كان، وبخاف موت شهيد على يد خيي. فهمت؟ يعني أنا هيدا الخطر هو هنا. وأنا بقول هالملايين، قلة الملايين بأوروبا اللي بتروح بتصلي اليوم هي مجموعة شهداء، لأنه عايشين بظلام محيط فيهم. هالشهادة هيدي استاذ إلي صليبي، الشهادة يعني ليس أن أكون شهيدا، الشهادة أن أكون شاهدا. هذه الشهادة اليوم شاهدا وشهيدا، قد تؤدي إلى الشهادة أن أكون شاهدا، قد يؤدي ببعض الأوقات أن أكون شهيدا، ولكن اليوم شهادتي من منطلق شاهد. في أوقات في يكون شاهد ما شافش حاجة، وفي يكون شاهد زور، وفي يكون شاهد فاعل. هل بعد بين الخطوتين، بين أن تكون شاهدا زورا على الزور وأن تكون شاهدا فاعلا، بكتير أوقات بيقولوا لك الشباب أنه أنا وحدي ما فيني أعمل شيء، ما هيدك اللي بوجهي أقوى مني وأكبر مني وأفعل مني. صحيح، يعني هلأ ما فيك تلومون، بس أنا بدي أرجع ذكرهم لما المسيح نقى تلاميذه خيي، نزل ما راح على مثلا عند الرواقين الوثنيين أولاد الفلاسفة أو أبناء الفلاسفة، ما راح لعند الأغنياء والأثرياء واللي هودي كانوا بنسميهم الطبقة العالية
بهذيك الايام في بلاد فلسطين؟ لا. لوين راح؟ راح على البحر ونقى 12 صياد سمك يا عم، غير فيهم العالم. لا، الفرد مهم، الفرد هو محور كوني كمان، انه اذا انا مش موجود وين الكون بيكون مش موجود. ما كمان نحن بدنا نكون عم نستعمل الفرد، الفردية وحدة من المجموعة، يعني نحن اجزاء تكمل الكل. ما شباب ما لازم يحبطوا انه هن لوحدهم، بلش مشي وتشوف كيف الطريق تنشق قدامك. هل برأيك أستاذ إلي صليبي نعيش اليوم عنصرة في الكنيسة؟ ايه، في الكنيسة جمعاء. ايه، ليه؟ لأنه عم نفكر أنا وياك هيك على الطاولة، بكفي اثنين يجتمعوا باسم المسيح تيكون الثالث هو. إذا في اثنين بكل الأرض عم يفكروا هيك، معناتها المسيح معهم، واللي بيكون معه المسيح عنده شكوك؟ سؤال. شو بك؟ هل برأيك البطريرك هزيم ينام قرير العين اليوم يطمئن؟ حيث القديسون يستريحون، صدقني. إذا أنا بعرف الله العادل يلي عطى وزنات ولازم تزيدها، قديش عدد وزناته وقديش عدد خطاياه؟ أنا ما في يقول إنه قديس، مع إنه بولس الرسول قدس كل المؤمنين بأفسس، كل المؤمنين ما بعرف وين بفيق. يعني لما كان يستهل رسائله أيها الإخوة القديسون، شو يعني؟ شو يعني؟ القديسون مش بالضرورة يكونوا عم بيرشحوا زيت. القديس ما بيرشح زيت دايما، القديس بيكون في الله بقلبه، هو بقلب الله، يكون هو والمسيح واحد. من أقوال البطريرك الراحل هزيم قال: المسيحيون ليسوا صليبيين كما يتهمهم البعض، الصليبيون أتوا إلينا. يعني إذا بدي أربطها مع بسياق الحديث مع موضوع أنك تخاف من المسيحي، على المسيح، على المسيحي أن يجعل منه شهيدا، مش بس شهيدا، أن يجعل منه وثنيا كمان. بيعملوا شهيد بس، يعني الشهادة مش بس بالموت، بس مش يعني انت لما بتكون قاعد مثلا بعزلة ما حدا بده اياك، مرفوض او مضطهد او مركون او قطعة من الاثاث، شو بتكون؟ ميت. ميت. تعود اللي تفضلت فيه ماجد، وانا بعرف قديش ايمانك كبير، بتذكرني بآخر عبارة؟ المسيحيون ليسوا صليبيين كما يتهمهم البعض، الصليبيون أتوا إلينا. لما الصليبيين فاتوا على القدس دمروها، لما فات صلاح الدين عمرها، صلاح الدين أمنوا وظهروا كلهم للصليبيين بدون ضربة كف مثل ما بيقولوا. أكيد. شو إنه جايين لحتى يدافعوا عن كنيسة القيامة كانوا؟ لا، يعني كانوا جايين يبنوا شيء قدام، إذا بدك بيزنطيا والمسلمين والعالم اللي بدك إياه، حتى هن يصير عندهم قواعد في تلك الأيام، في ذلك الزمان، قواعد عسكرية. يعني عملوها قاعدة عسكرية، خي انه حد كنيسة القيامة، شو فيك تحط خمارة؟ اكيد لا. كانت الخمارة تقريبا موجودة، انه طيب شو شوف خي، نحن لازم نكون مثل البطريرك،
مش فاترين يا حارين يا باردين. هو كان حار ولكن لم يكن يشعرك إلا بالدفء. بدنا نكون دافئين. فإذا أنا مع الدفء، دفء بالعلاقة مع المسلمين، دفء بالعلاقة مع الوثنيين، دفء بالعلاقة مع كل جوارنا، دفء دفء، وبعدين منشوف الله شو مرتب لنا. مش معناتها أنه أنا خنوع وأنا بحط رقبتي تحت المقصلة، لا، بكون حكيم كالحياة. وفي مشهد تجلى أيضا باللقاء المسكوني بخلال زيارة البابا بنديكتوس 16 بأيلول الماضي للبنان، كان كمان اللقاء حار، الحديث عن الحرارة، حار جدا بين البطيرك هزيم وقداسة البابا في دير الشرفي حيث أقيم اللقاء المسكوني. وقتها كان ملفت أنه البطيرك كان في مثل حوار بينه وبين قداسة البابا مع بسمة معبرة جدا، وتجسد هيدا التلاقي يلي عم نتحدث عنه اليوم. وهون بدي اشير انه بالعام 83 البطيرك هزيم كان البطيرك المشرقي الاول الذي زار الفاتيكان بعد القطيعة التي حصلت بالعام 1054. يعني كمان كأنه أسس وفتح طريق معبد بالحب. أكيد. هلأ هيك إذا بدك تقول شوية صور تاريخية، أنا قلت لك تقول مش ترسم، لأنه نحن قلنا بنقرأ بدينتنا معك. شوف سنة 1964 لما اخترق جدران الفاتيكان البابا بولس السادس وجاء إلى القدس، التقى البطريرك المسكوني أثينا جوراس. من يوم تمت المصالحة، هلا تسميها مصالحة أنا ما بعرف إذا هالقد القطيعة كانت كبيرة، يعني إنه إذا كان مختلفين مين بيقعد على رأس الطاولة. نحن مش تكتل نيابي ولا نحن حزب سياسي، المصالحة تامة بين المؤمنين. بحل لك كيف، لما منكون قاعدين عم نصلي ببيوتنا بكنايسنا بأديرتنا وين ما كانوا، منقول ونؤمن بكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، شو منكون عم نقول؟ انه غفرنا معك. نعم. غفرنا لبعضنا. التغافر له قيمة عند الله. رح نبلش نختم نحن وياك أستاذ خليبي، لأنه يعني بعد حوالي دقيقتين رح تبدأ مراسم الجنازة الرسمية في كنيسة القديس نيقولاوس في الأشرفية. وبدنا نشير أنه من بعد هالجنازة سينقل الجثمان إلى الكاتدرائية المريمية في دمشق حيث يسجل التبرغ منه حتى الساعة 7 مساء. ستقام يوم الاثنين غدا خدمة جناز رؤساء الكهنة في 10 صباحا في الكاتدرائية المريمية، ثم تقام خدمة الجناز في الكاتدرائية نفسها في 2 بعد الظهر حيث يوارى في الثرى في مدافن البطاركة. يعود البطيرك هزيم إلى وطنه الأم، وكان يقول أنه أنا عندي بقلبي مقسوم قسمين، سوريا ولبنان. ولد في سوريا وأتى بعدها إلى لبنان وتنقل بين هذين البلدين وحملهما في قلبه طيلة هذه السنين. ماذا يقول قلب إلي صليبي النابض منفطر والمفعم بهذا الإيمان الكبير؟ أنا قلبي منفطر. هذا الشاب ابن 92 شاب، أنا بنظري ابن 92 سنة، غادرنا لنحزن وتفرح السماء. ما رح أقول أكثر. غادرنا لتفرح به السماء. مشكرك ماشي.
بعد معنا دقيقتين عم بيقول لي المخرج قبل ما ننتقل. هذه السماء اليوم قلت بداية إنها تستقبل البطريرك هزيمة اليوم. إذا ما استقبلته بكون في شيء غلط. ونحن نقول إنه سيبقى حاضرا في أذهان المؤمنين، في أذهان الوطن، في أذهان الشعب. إذا بدك تقول أستاذ إلي وصية أخيرة، كيف نبقي هذه الشعلة مضاءة ونضمن أن زيتها لن يفرغ في خضم ما نعيش اليوم مشرقيا سوريا ولبنانيا؟ أنا بقول بيحبه رب سهران على الكون تبعه يلي هو بدعه، واللي بيحبه أنبياء لازم يحبوا بذات الوقت شعبهم، لازم يحبوا كل حبة اضطراب بيدعس علي إنسان، لأنه ممكن تحت يكون في ملايين الملايين من الجثامين اللي بتحمل قديسين وغير قديسين. بهاللحظات استاذ إلي وصل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان إلى الكنيسة، كنيسة القديس نيقلاوس في الأشرفية، لكي يحضر هذه الجنازة الذي سيحضرها أيضا يعني وفود أتت من اليونان أيضا لتكون مش شاهدة فقط، لتكون مواكبة له في رحلته الأخيرة، وأيضا شاهدة على طاقة الحب التي تحدثت عنها، لأنه ما حدا من كل يلي قالوا وصرحوا وكتبوا في اليومين الماضيين إلا ما حسيت أنه بين سطور وبين تصاريح كان في صدق. ما كانت الأمور فقط أنه نحكي عن مزايا راحل، ولكن كأنه كان في تشرب لهذه الروحانية المتواضعة طيلة الأكثر من 30 سنة يلي عاش البطريرك هزيم في سدة البطريركية. في اسأل أنا سؤال؟ تفضل. أنت كغير أرثوذكسي كيف تودع هذا البطريرك العظيم؟ أنت كيف تودعه؟ يعني أنا ما بدي أحرجك، بس لا ما في إحراج أبدا، لأنه أنا كمان شغلتي تلفزيون بحب أسأل. ما بخفيك أني أنا كنت مطبوع بالبطريرك هزيم، مطبوع بشخصية فيها بين الهدوء الكبير يلي كان عنده، بين أيضا جزء من الإميحاء أيضا عن الإعلام. البطريرك هزيم كان مقلا جدا في الكلام عبر الإعلام، ولكن كان كافي هذا الشيء لتنطبع. وكنت أقرأ ببعض الأوقات مثلا أكثر حدا من الأساقفة الأرثوذكس المطران جورج خضر بيكتب دوريا في جريدة النهار، نعم كل أحد. هل الانجذاب إلى هذه الروحانية في الكنيسة الأرثوذكسية في هذا العمق الكبير الهائل وما قرأت يعني في اليومين المنصرمين، ما بخفيك أنه انغرمت فيه متأخرا بروحانية متأخرا. يمكن هيدا البطريرك غريب، بيصطادك فينا نحكي ولا أكيد بلش القداس؟ لا بعد يعني هلا لاحظت كمان الرئيس مئاتي وصل والأساقفة الأرثوذكسيين أيضا عم يستعدوا يعني بهاللحظات لبداية الرتبة، يعني بتفصلنا بعد لحظات قليلة. تفضل أستاذ إلي. بيصطادك هالبطريرك باللطافة الإنجيلية، نرجع منقول مش باللطف، باللطافة، وبيصطادك بانسحاقه قدامك كأنك مثلك مثله بتعرفه، كأنك مثلك مثله بالرتبة، كأنك مثلك مثله بعلمانيته، كأنك مثلك مثله بالنهاية وبالبداية. هيدا البطريرك
كينز عن ساحر بالمعنى الإيجابي، عنده عذوبة فظيعة في تليين الكلام، في جعل الكلام، عارف كيف، مش مطبعة، جعل الكلام يكتب بريشة نعام. على سيرة الكلام أستاذ إلهي، لو قدر له أن يتكلم الآن في هذه اللحظات ما أمام كل الدولة، أمام كل الكنيسة الممثلة اليوم بكل بطريقتها، شو كان بكلمة أخيرة، لأنه يبدو أنه بلشت أرد. كان قال لهم كلنا إلى مثوى أخير. بدي أشكرك أستاذ إلهي صليبي، بدي جدد تعزية لك، طول عمرك. شكرا لك. مشاهدينا، نتابع الجنازة مباشرة من كنيسة القديس نيقلاوس في الأشرفية.